طبعاً اليوم يعني إن شاء الله راح يكون يوم مشهود في تاريخ المنظمة العربية وأيضاً في تاريخ الثقافة العربية والمغربية على وجه الخصوص، انطلاق فعاليات وجدة كعاصمة ثقافية للعام 2018. وأنا أعتقد أن هذه لها دلالات كثيرة ولها يعني أشياء نفتخر بها. أول شيء لإبراز ما هو المكون الثقافي والكنوز الثقافية التي تشتمل عليها المغرب، وإن كان سبقنا أيضا قبل 15 سنة احتفلنا في الرباط كعاصمة ثقافية، أيضا يبرز أن نؤكد أن الثقافة العربية ثقافة قامت على عدة مكونات أعطتنا هذه القوة الزاخرة، هي ثقافة شاملة للثقافة العربية والثقافة الأمازيغية وثقافة البحر المتوسط، وأيضا الثقافة في مكوناتها الجغرافية إن كان على مستوى البحر أو الصحراء. أعتقد هذه أعطت للشعب المغربي خصوصية ثقافية نفتخر بها احنا كعرب. هذا جانب. الجانب الآخر والمهم أيضا أن من محيط الخليج حتى نوصل رسالة لشبابنا العربي، نعم أنتم ليسوا أمة موتورة، ليست أمة بلا جذور، نحن أمة لنا تاريخ ثقافي وحضاري، وهذه وجدة تمثل أحد الأشياء التي نفتخر بها ونعتز كإطار مشرع يعني مشرف للثقافة العربية. وأيضا هي رسالة لمن يخالفنا بالرأي من الدول الأخرى على اعتبار أو من غير العرب، نحن كما يتهمون دائما في الغلو والتطرف والإرهاب، الغلو والتطرف هذه ظواهر دخيلة على مجتمعنا العربي. احنا لدينا كنوز يعني كنوز عربية زاخرة في القيم الإنسانية، ومن هذا المنطلق أيضا نؤكد أن ثقافتنا العربية التي نسعى لها ثقافة إنسانية، ثقافة حضارية تحترم حقوق الإنسان، تحترم الآخر، ترفض الغلو والتطرف والإرهاب، ايضا ان نكون ان نعزز يعني اللحم العربي او الوجدان العربي. اذا كانت السياسه في بعض اوجهها افسدت او اثرت سلبا على بعض مشاعرنا، انا اعتقد ان توحدنا الثقافي واحترامنا لخصوصيتنا الثقافيه واعتزازنا بلداننا العربيه يعطينا قوه ان شاء الله لنكون يعني نستحق ان نكون لنا مكانه واحنا لنا مكانه في على مستوى العالم اجمع. فاتمنى ان شاء الله ليست وجده اخيره، متاكد ان هناك عواصم ثقافية عربية كان على المغرب أو حتى الدول الأخرى جميع نفتخر واعتز بها، هي لنا جميعا ولنا عرب جميعا، وربنا إن شاء الله يوفق جهودنا لما فيه الخير.